المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي خفض مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة. بعد 3 سنوات من الأزمة المالية، الحكومة اللبنانية توافق في جلستها الأخيرة على خطة التعافي المالية. فرنسا تكشف عن تشكيلة حكومتها الجديدة برئاسة إليزابيث بورن. 6 مساء في القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن التزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022-2023، تزامنا مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وشدد المركز الإعلامي على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى برعاية، مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة، حيث تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10.9% لتصل إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة للدولة. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، قررت وزارة الداخلية استمرار منافذ أمان التابعة للوزارة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية العام. كما قررت وزارة الداخلية مد فترة عمل الشوادر والتنسيق مع السلاسل التجارية في إطار مبادرة كلنا واحد حتى الأول من شهر يونيو. تتواصل فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، بعد أن تم مد فترتها حتى نهاية الشهر الجاري، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار التدابير والإجراءات اللازمة لإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم في ظل التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة. في ظل الأسعار العالمية والغلو العالمي أصلا، يعني كويس إن هي موجودة في مصر حاجة زي كده. المبادرة كويسة وأسعارها كويسة. بنشكر الدولة وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة دي. كلنا واحد مش مجرد اسم، هي شعار من رئاسة الجمهورية، وزارة الداخلية، سلاسل تجار، وكلنا أجمعنا على استمرار المبادرة لرفع العيب عن المواطن البسيط لحد نهاية مايو، والتخفيضات مستمرة لحد نهاية مايو بتخفيضات تصل 60% على كل السلع الاستراتيجية. المبادرة حاليا مخلية الناس مطمئنة، تمام، وبتشتري ومش حاسه ان في مشاكل، لا اما لا في بضاعه ولا في سعر، وبالتالي عمليه البيع والشراء وماشيه بصفه طبيعيه وما فيش اي مشاكل، والعملاء لا مش حاسه ان في اي نواقص ولا اي زيادات في الاسعار. في قرابه 1000 فرع لكبرى السلاسل التجاريه على مستوى الجمهوريه تتوفر السلع بكميات كبيره وجوده عاليه وبتخفيضات تصل نسبتها الى 60%، وهو ما اتاح للمواطنين تلبيه احتياجاتهم باقل تكلفه. المبادره اثرت طبعا وعملت مفعول كبير وأعجبت كل الشعب يعني، وساهمت في حاجات جميلة جدا وريحت الأسعار شوية، والناس بتمناول الجميع دلوقتي. يكفي أن كل حاجة متوفرة، أسعار معقولة جدا، تختلف عن بره بفضل الله. يعني المبادرة كويسة، ويا رب المبادرة دي تفضل دايما كده ونفضل كده ومصر تتحسن لأحسن وأحسن وتفضل دايما في الحلو إن شاء الله، وربنا يخلينا رايح. وافين معاكي بروح وقلب، احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا. شوادر ومنافذ أقامتها الوزارة بالتنسيق مع كبار التجار والموردين في المناطق الأكثر كثافة والأشد احتياجاً، ساهمت في توفير السلع الأساسية بتخفيضات كبيرة، ومع استمرار عمل المبادرة كان الإقبال على الشراء. شوادر بتساعد المواطن على شراء منتجات اللي محتاجها بأسعار مخفضة، وخصوصاً في الأماكن الأكثر احتياجاً، فبتسهل على المواطن إن هو يقدر يشتري المنتج يكون قريب ليه ويكون قريب من مكان سكنه. تنفيذا لتعليمات السيد الرئيس بضرورة التواجد مع المواطنين
بضرورة إقامة الشوادر وإقامة المعارض وتوفير سلع بأسعار مخفضة وجودة عالية للمواطنين. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومن خلال منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية تسهم في توفير السلع بأسعار مخفضة حتى نهاية العام. نشكر الرئيس على مبادرة كلنا واحد، يا ريت المبادرة دي تمد أكتر من كده بكتير. منذ إطلاق المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد منذ أكثر من شهرين ساهمت في تخفيض الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وما زالت مستمرة في أداء هذا الدور. نجاح كبير لمبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها 22 برعاية رئيس الجمهورية في تخفيض الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة، ما يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 348 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 147 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 26 طن مواد غذائية، كما تم ضبط أكثر من 105 أطنان سلع غذائية وغير غذائية في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يقرب من 14 طنًا. أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 444 قضية، من بينها 84 قضية خبز ناقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. هذا وقد تم ضبط 12 قضية بمجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية بمضبوطات بلغت أكثر من 117 طن أقماح محلية. أقر مجلس الوزراء اللبناني خطة للتعافي المالي في آخر جلسة حكومية لها، وذلك بعد ثلاث سنوات من الأزمة المالية في البلاد. وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب بقيمة 3 مليارات دولار. أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية عن تصفية 9 من القيادات البارزة في تنظيم داعش الإرهابية، وذلك خلال عملية نوعية نفذت في محافظة نينوى. وذكرت الوكالة الاستخباراتية أنها نفذت هذه العملية في جبال عدايا جنوب غربي الموصل بمشاركة خلية الاستهداف في العمليات المشتركة وجهاز مكافحة الإرهاب. ¡Ah!
عقد مساعد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفير عمرو عباس لقاء عبر الفيديو كونفرنس مع عدد من أفراد الجالية المصرية في أوكرانيا ودول الجوار للإطمئنان على حالتهم. وأشار مساعد وزيرة الهجرة إلى استمرار عمل غرفة العمليات التي تم تخصيصها لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا، وذلك في ظل المستجدات والمتغيرات المتلاحقة، مضيفا أن تحرك وزارة الهجرة يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية للحفاظ على مواطنيها بالخارج. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن عملية تحرير أراضي منطقة لوهانسك شارفت على الانتهاء، كما توعد باتخاذ بلاده إجراءات مضادة مناسبة ردا على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الشمال الأطلسي، مشددا على أن تلك الخطوة أدت إلى زيادة التهديدات العسكرية بالقرب من الحدود. وأوضح وزير الدفاع الروسي أن بلاده سترد بتشكيل 12 وحدة جديدة في المنطقة العسكرية الغربية. Продолжается блокирование завода «Азовсталь». С территории завода эвакуированы мир. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن هدف العملية العسكرية في أوكرانيا حماية الروس وسكان دونباس. وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المالي أن أوكرانيا رفضت تنفيذ قرارات مجلس الأمن واتفاقيات مينسك، مشيرا إلى أن الدول الغربية تحاول تحميل روسيا مسؤولية أزمة الغذاء حول العالم. عندما لم تقم أوكرانيا أو رفضت أن تنفذ قرارات مجلس الأمن واتفاقات مينسك، ولم يبقى أمامنا أي حل سوى البدء في هذه العملية الخاصة العسكرية. وكلما توقعاتنا حول ما كان يسعى الغرب لتحويل أوكرانيا إليه كانت قد أثبتت، وإن العملية التي أقرها الرئيس بوتين وهدفها حماية السكان المدنيين في أوكرانيا وبالأخص في دونباس، وعدم السماح بتشكيل تهديد من ينطلق من أوكرانيا لأمن بلدنا. أعلنت كتيبة أزوف الأوكرانية أن القيادة العسكرية أصدرت أمرا بوقف الدفاع عن ماريوبول لإنقاذ أرواح الجنود. يأتي ذلك عقب إعلان السلطات الروسية أن أكثر من 2000 من المدافعين عن مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول استسلموا منذ يوم الاثنين الماضي. وأوضحت وسائل إعلام روسية أن هذه المرحلة تعد الأخيرة من حصار دام لقرابة 3 أشهر للمدينة الساحلية. هذا وشوهدت عدة حافلات تقل عسكريين أوكرانيين على الطريق وهي تغادر ماريوبول ليلة الخميس. We'll be right back.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين صرف دفعة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بنحو 600 مليون يورو. وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه تم اقتراح قرض إضافي لأوكرانيا بنحو 9 مليارات يورو هذا العام، مشددة على سعي المفوضية لإنشاء منصة لإعادة أعمار أوكرانيا. تعهدت مجموعة السبع تقديم 19.8 مليار دولار لدعم ميزانية أوكرانيا، وفق ما جاء في إعلان صدر في ختام اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء في المجموعة بألمانيا. وأوضحت مجموعة السبع أنه تم تخصيص 9.5 مليار دولار من مبلغ الدعم كتعهدات جديدة بهدف مساعدة أوكرانيا في سد عجزها المالية ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية للشعب الأوكراني. من جانبه، وافق الكونغرس الأمريكي على حزمة ضخمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار. وتعد هذه المساعدات أكبر حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا حتى الآن. في تأكيد جديد على الدعم الأمريكي الكبير لأوكرانيا الذي وعد به الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق الكونغرس الأمريكي على حزمة ضخمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار. فبعد إقرار الحزمة الجديدة من مجلس النواب الأمريكي، وافق مجلس الشيوخ على حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا بتأييد 86 صوتا مقابل اعتراض 11. تشمل حزمة المساعدات التي تنتظر توقيع بايدن عليها لتدخل حيز التنفيذ عدة جوانب اقتصادية وإنسانية، إضافة إلى كميات من الأسلحة والذخائر بواقع 6 مليارات دولار. يفترض أن تسمح لأوكرانيا بالتزود بآليات مصفحة وتعزيز منظومتها للدفاع الجوي في وقت تحتدم فيه المعارك في شرق أوكرانيا وجنوبها. كما تشمل الحزمة نحو 9 مليارات دولار لضمان عدة أمور، من بينها استمرار عمل الهيئات الديمقراطية الأوكرانية، فضلاً عن مبالغ كبيرة مخصصة للجانب الإنساني. وتعد هذه المساعدات أكبر حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا حتى الآن، وتأتي بعد مصادقة سابقة من الكونغرس على صرف 14 مليار دولار لمساعدة كييف، بما يظهر رغبة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في دعم أوكرانيا دون إرسال أي قوات أمريكية على الأرض. كشف كولين إيلس رئيس الائتمان لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الوكالة في طريقها لخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، مرجحا أن تشهد اقتصادات العالم ركودا اقتصاديا بسبب الظروف الراهنة. وأضاف أن الوكالة حاليا في مرحلة مراجعة لتوقعاتها الاقتصادية التي كشفت عنها مارس الماضي، موضحا أن المؤشرات في ذلك الوقت أظهرت أن اقتصادات مجموعة العشرين مثلا ستنمو بنحو 3.5% خلال 2022، وهو ما أصبح من الصعب تحقيقه مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية. وافق بنك التنمية الأفريقي على تسهيل ائتماني طارئ بقيمة 1.5 مليار دولار لإنتاج المواد الغذائية لعشرين مليون مزارع في القارة، وذلك لتفادي أزمة غذائية تلوح في الأفق بسبب الأزمة الأوكرانية. إلى ذلك، حذرت الأمم المتحدة من أن ما يصل إلى 18 مليون شخص في منطقة الساحل الأفريقي سيواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأوضح المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه من المتوقع أن يعاني 7.7 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية، مؤكدا أن عائلات بأكملها في منطقة الساحل الأفريقي على شفا المجاعة. أعلن البنك المركزي التونسي أن عجز الميزانية التونسية سيزيد إلى 9.7% هذا العام مقارنة بتوقعات سابقة عند 6.7% بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب. وأضاف البنك المركزي التونسي أن تونس بحاجة إلى تمويل إضافي للميزانية يبلغ 1.6 مليار دولار هذا العام بسبب آثار الحرب في أوكرانيا. أعلنت في فرنسا تشكيلة الحكومة الجديدة بعد إنهاء رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اختيار أعضاء فريقها الوزاري، ويأتي ذلك بعد 4 أيام من اختيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبورن لتكون على رأس الحكومة الجديدة. وأسفرت التشكيلة الحكومية الفرنسية الجديدة عن تعيين كاترين كولونا وزيرة للخارجية، وبرونو لومار وزيرا للمالية، وسيباستيان لكورنيو وزيرا للدفاع. تنتظر الحكومة الفرنسية الجديدة العديد من الملفات الشائكة والتي تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعمل على حلها، ومن أبرز هذه الملفات أزمة تكاليف المعيشة وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب عدد من التحديات المتعلقة برئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي. من بين تحديات كثيرة وملفات شائكة تفرض نفسها على أجندة عمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ولايته الجديدة، يبرز تحدي تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات حاسمة ومساعدته في تحقيق أغلبية برلمانية في يونيو المقبل. فإليزابيث بورن التي تولت رئاسة الحكومة قبل نحو 3 أسابيع من الانتخابات التشريعية، مطالبة الآن بوضع استراتيجية انتخابية رابحة لكي يحافظ حزب ماكرون على أغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية، والذي شدد بدوره على أن حكومته ستكون منفتحة على أي شخص يدعم مشروعه، متعهدا بأن تكون البيئة مركزية في ولايته الثانية. تحديات داخلية وخارجية كثيرة تنتظر ترتيب أوراق البيت الفرنسي، يتصدرها أيضا أزمة تكلفة المعيشة وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تعهد الرئيس الفرنسي أنه سيبقي على الحدود القصوى لأسعار الغاز والكهرباء وخصما حكوميا على أسعار الوقود في المضخات إذا استمرت تكاليف الطاقة في الارتفاع، كما حدد المزيد من التدابير بما في ذلك دعما أكبر لذوي الأجور المنخفضة والعاملين لحسابهم الخاص وأيضا المعاشات. وعلى الصعيد الدولي، ما زالت فرنسا تبقي على عدد من الأولويات قبل شهرين من انتهاء رئاستها للاتحاد الأوروبي، تتمثل في تأمين الحدود الخارجية للاتحاد والسيطرة على الهجرة غير المشروعة وتعميق التعاون الدفاعي، إلى جانب تطوير نموذج نمو اقتصادي أوروبي قائم على الاستثمار في التكنولوجيا الفائقة. كما لا تزال الحرب الروسية على أوكرانيا تفرض نفسها على أجندة ماكرون الخارجية، والتي ربما تحمل في جعبتها المزيد خلال الفترة القادمة.
السادسة مستمرة وتتابعون فيها. خلال أول زيارة أسيوية له، بايدن يشيد بالشراكة القوية مع كوريا الجنوبية ويستعد لاجتماع تحالف كواد في طوكيو. أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشراكة القوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية. وخلال زيارته الرسمية إلى كوريا الجنوبية ضمن جولته الأسيوية ولقائه نظيره الكوري الجنوبي يوين سوليوك، شدد بايدن على أهمية العمل مع شركاء بلاده ضمن استراتيجية واشنطن لبناء وتعزيز الروابط والعلاقات عبر الحدود، مؤكدا أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تريدان الأمن والسلام والاستقرار في العالم. قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي إن كوريا الشمالية قد تقوم باختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات خلال الأيام المقبلة. وفي تصريحات صحفية أضاف كيشي أن هناك احتمالا أن تتخذ كوريا الشمالية مزيدا من الإجراءات الاستفزازية، بما في ذلك احتمال إطلاق مثل هذا الصاروخ بعيد المدى. ذكرت وزارة الصحة اليابانية أن البلاد ستبدأ في إعطاء الجرعة الرابعة من لقاحات فيروس كورونا الأسبوع المقبل للمسنين والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مرضية. جاء هذا الإعلان بعد أن وافق مجلس الوزراء على تعديل المرسوم الوزاري المطلوب لتقديم الجرعات الرابعة بهدف منع تطور أعراض فيروس كورونا الشديدة، بينما سيتم إعطاء جرعات اللقاحات التي طورتها شركتا الأدوية الأمريكيتين فايزر وموديرنا للأفراد الذين تلقوا جرعات ثالثة قبل 5 أشهر على الأقل. أعلنت شنغهاي عن أول إصابات جديدة خارج مناطق الحجر الصحي منذ 5 أيام، ما أدى إلى تشديد القيود وإجراءات اختبارات جماعية في أحد الأحياء. اكتشفت شنغهاي 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عائلة واحدة بمنطقة شينيجيو، وقالت السلطات إن الجميع حصلوا على 3 جرعات من اللقاح، وأن إصابتهم اكتشفت أثناء اختبارات دورية. أعلنت كوريا الشمالية عن تسجيل 263 ألف إصابة جديدة بالحمى ووفاة شخصين، وبذلك يرتفع عدد الحالات إلى أكثر من 2 مليون إصابة خلال أسبوع واحد فقط من الإبلاغ عن أول إصابة. وأدى نقص الموارد الطبية في البلاد إلى إصدار الوكالة الأممية لحقوق الإنسان تحذيرا من احتمال مواجهة السكان عواقب صحية وخيمة. بعد 2.5 عام على انتشار كورونا، حاربت فيها دول العالم الفيروس وتسارعت الحكومات للحصول على لقاح لمواجهته، بدأت كوريا الشمالية تعلن عن إصابات بالفيروس في الفترة الأخيرة. فبيونغ يانغ دخلت في موجة كبيرة من الإصابات وصلت إلى أكثر من 2 مليون، مما أثار القلق بشأن نقص الموارد الطبية واللقاحات في الدولة المعزولة التي تخضع لعقوبات شديدة بسبب برنامجها للأسلحة النووية. الجارة الجنوبية والولايات المتحدة عرضتا على كوريا الشمالية إرسال مساعدات، ولكن وفقا لتصريحات مسؤول جنوبي أكد أن بيونغ يانغ
رفضت تلك المساعدات في الوقت الذي تفتقر فيه كوريا الشمالية إلى القدرات اللازمة لإجراء فحوص فيروس كورونا. ورغم الارتفاع الشديد في عدد الإصابات، إلا أن القيادة السياسية لم توقف النشاط الزراعي والمصانع، والبلد تعمل كأن شيئا لم يكن. وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حذرت من العواقب المدمرة لفيروس كورونا على سكان كوريا الشمالية البالغ عددهم 25 مليون نسمة، في الوقت الذي يخشى فيه مسؤول منظمة الصحة العالمية أن يؤدي انتشار الفيروس دون رادع إلى ظهور متحورات جديدة أكثر فتكاً. وفي محاولة لطمأنة المنظمة العالمية، أعلنت كوريا الشمالية أن تفشي المرض يأخذ منعطفا إيجابيا. أعلنت الحكومة البلجيكية إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام اعتبارا من الاثنين. وأرجعت الحكومة القرار للانتشار المتباطئ لفيروس كورونا في البلاد، يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه ارتداء الكمامات إلزاميا في المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات في أنحاء بلجيكا. قالت مصادر مقربة من منظمة الصحة العالمية إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ستعقد اجتماعا طارئا حول تفشي مرض جدر القرود. ومن المقرر أن تجتمع المجموعة الاستشارية الفنية المعنية بمخاطر العدوى التي يمكن أن تتحول إلى وباء. أعلنت السلطات الأسترالية رصد حالة عدوى محتملة بمرض جدري القرود، وهي لمسافر عاد مؤخرا من أوروبا. وذكرت إدارة الصحة بولاية نيو ساوث ويلز أن رجلا في الأربعينيات من عمره مرض بعد عدة أيام من وصوله إلى سيدني، وظهرت عليه أعراض متوافقة سريريا مع جدري القرود. وأضافت في بيان أن الرجل وأحد المخالطين من أقاربه يخضعون للعزل في المنزل. Monkey virus was first found in monkeys in 1958 and first found in humans in 1970. إلى ذلك، شرعت السلطات الصحية في بريطانيا في تطعيم بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من المعرضين لخطر الإصابة بجدر القرود. يأتي هذا في وقت تم تأكيد عدد قليل من الحالات في أجزاء من أوروبا. وأعلنت بريطانيا ارتفاع عدد المصابين بالمرض الجديد إلى 11 حالة. فيما قال المتحدث باسم وكالة الأمن الصحي البريطاني إنه لا يوجد لقاح محدد لجدري القرود، لكن لقاح الجدري يوفر بعض الحماية.
أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا ظهور 14 حالة جديدة بجدر القرود، مما يرفع الإصابة إلى 21 حالة. وقالت صحيفة إسبانية إن وزارة الصحة أطلقت تحذيرا صحيا بعد الكشف عن 8 حالات إصابة بفيروس جدري القرود في مدريد، مضيفة أن الخدمات الطبية لم تتمكن من تحديد صلة بين المصابين، مما يعني أن هناك عدة سلاسل لانتقال العدوى. أصيب 3 أشخاص، أحدهم في حالة حرجة في حادث طعن جنوب شرقي النرويج. وقالت الشرطة المحلية على تويتر إن الحادث الذي وقع في بلدة صغيرة غربي أوسلو تم تصنيفه على أنه عمل عنف مهدد للحياة، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على مرتكب الهجوم. كشف مركز مراقبة النزوح الداخلي التابع للمجلس النرويجي للاجئين أن أكثر من 53 مليون شخص نزحوا داخليا نتيجة الصراع والعنف نهاية العام الماضي في 59 دولة ومنطقة حول العالم. وأوضح المركز في تقرير له أن أفغانستان وسوريا واليمن من أكثر دول العالم التي تشهد أكبر عدد من حالات النزوح الداخلي. حياة المخيمات حاضر يعيشه الملايين من اللاجئين على مستوى العالم، لاجئون لم تتسع بلادهم لاستيعابهم رغم كبر مساحتها الجغرافية، لاجئون وجدوا بالمخيمات المكان الآمن لهم رغم قسوة العيش بها، لم يلجأوا إليها راغبين، ولم يقبلوا العيش بها إلا على مضض وهروبا من قسوة الواقع، آملين في مستقبل ينهي معاناتهم ويحترم إنسانيتهم المفقودة. التقرير الصادر عن مركز مراقبة النزوح الداخلي التابع للمجلس النرويجي للاجئين أظهر أن أكثر من 53 مليون شخص نزحوا داخليا نتيجة الصراع والعنف نهاية العام الماضي في 59 دولة ومنطقة حول العالم، خاصة في أفغانستان وسوريا واليمن التي تعد من أكثر دول العالم التي تشهد أكبر عدد من حالات النزوح الداخلي. سوريا تعد أكبر دولة عالميا من حيث عدد النازحين، حيث وصل عددهم إلى 6,700,000 نازح داخلي، بينما سجلت اليمن 4,300,000 نازح. التقرير أظهر أن أكبر تجمع للأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم بسبب العنف والصراع كان في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث إن من بين 14,400,000 شخص اضطروا للفرار من العنف العام الماضي كان هناك أكثر من 80% منهم في إفريقيا جنوب الصحراء. وأفاد التقرير بأن موجات الجفاف الشديدة ودرجات الحرارة القصوى كانت من أحد العوامل التي أدت إلى نزوح مئات الآلاف في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأمريكتين، وهو ما يؤكد أن قضية اللاجئين تستحق اهتماما دوليا وتكاتفا عالميا من أجل مكافحتها. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن المرحلة الشاملة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بدأ تنفيذها منذ يوليو 2021 بتوجيه من الرئيس السيسي، ومن المستهدف إنجازها خلال السنوات القليلة القادمة بتكلفة ستبلغ قرابة 1 تريليون جنيه. وخلال مشاركته في جلسة حول مبادرة حياة كريمة بالمدن الأفريقية في كينيا، أضاف شعراوي خلال القمة أن الدولة تبنت منذ عام 2014 وحتى عام 2021 العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز كرامة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياتهم.
أطلقت وزارة الصحة 8 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتنطلق القوافل اليوم وغدا للكشف والعلاج مجانا في جميع التخصصات الطبية. هذا وتزور القوافل محافظات القليوبية والفيوم وكفر الشيخ والمنوفية وأسيوط وبني سويف والأقصر وسوهاج. سلم محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة 50 سيارة حديثة تعمل بالغاز إلى السائقين بعد استبدال السيارات التي تعمل بالسولار. وأكد المحافظ أنها هدية من الرئيس السيسي لأبناء شمال سيناء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأضاف شوشة أن الدفعة الأولى من المبادرة تبلغ 50 سيارة، على أن تتبعها الدفعتان الثانية والثالثة بواقع 50 سيارة لكل منهما. كما طالب منظمات وهيئات المجتمع المدني بتبني تنفيذ العديد من المبادرات لصالح أبناء المحافظة في مختلف المجالات، بما فيها إصلاح وتأهيل الطرق التي تعرض المواطنين للحوادث. الدفعة دي طبعا هتمشي على في الداخلي، ثم الدفعة الثانية والثالثة هتكون في خارج المحافظة. بتمنى التوفيق، وبقول لكل اخواننا السائقين بناشدهم ان هم طبعا زي كده السيد الرئيس ما عمل معاهم الواجب الكبير ده، عايزين هم برضو يترجموا هذا الواجب مع اهلنا في محافظة شمال سيناء. بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة اللي عملها لأهالي شمال سيناء. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الجميلة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بنشكر السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الكريمة باستبدال السيارات المرسيدس القديمة بسيارات حديثة 22. أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أهمية دور الإسلام الصحيح في العلاقات الدولية، مشددا على ضرورة تحديد من هم علماء الدين التقات الذين يجب أن يتحدثوا باسم الإسلام وعدم ترك الساحة للمتطرفين لتشويهه. وخلال المحاضرة التي ألقاها فضيلته في جامعة أكسفورد البريطانية، أعرب مفتي الجمهورية عن أسفه أنه في كثير من الأحيان تستسلم وسائل الإعلام الغربية لخطاب المتطرفين من التيارات المتشددة. أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أهمية التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية، خاصة في مجال تعزيز الصحة ودعم إحداث نقلة نوعية في جميع أنحاء العالم، وكونها كذلك شريكا رائدا في الاستجابات الصحية العالمية. وخلال مشاركتها بالدورة العاشرة لمجلس منظمة الصحة العالمية المعني باقتصاديات الصحة للجميع، أشادت السعيد بدور المنظمة المعني في مساعدة صانعي السياسات على إعادة صياغة تصوراتهم فيما يتعلق بالرعاية الصحية كاستثمار طويل الأجل. وأوضحت السعيد أن تحقيق أهداف اتفاقية باريس قد يسهم في إنقاذ حوالي 1 مليون شخص سنويا في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050 من خلال خفض تلوث الهواء وحده، متابعة أن تجنب أسوأ التأثيرات المناخية يمكن أن يساعد في منع حدوث 250 ألف حالة وفاة إضافيا مرتبطة بالمناخ سنويا من عام 2030 إلى عام 2050، وذلك بشكل أساسي بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري. نوالي تقديم نشرة الأخبار. الآن مشاهدينا موعدنا مع أهم أنباء المال والأعمال، ونستعرضها مع حضرتكم مع الزميلة ميرفت المليدي. شكرا إيمان، شكرا ياسر، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد، أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي أن مذكرات التفاهم الموقعة بين المنطقة الاقتصادية وشركات عالمية لإقامة منشآت صناعية لإنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة هي نتاج مجهودات مبذولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر.
ويأتي ذلك كبداية لتنفيذ هذه المشروعات، ومن المتوقع أن يعقبها عدد من الخطوات الضرورية لتفعيلها وصولا إلى توقيع العقود النهائية الخاصة بالمشروعات، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر كوب 27 خلال نوفمبر المقبل. وقد قال ذكي إن مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء قد تصل استثماراتها لأكثر من 10 مليارات دولار، لتبلغ الطاقة الإنتاجية من الوقود الأخضر نحو أكثر من 5 ملايين طن سنويا. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جام حرص الدولة على الحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي حققتها قطاع الصناعة والتصدير خلال العام الماضي والنهوض بها إلى مستويات أفضل. وخلال لقائها مع رؤساء المجالس التصديرية، أشارت وزيرة التجارة إلى أن الحكومة تدرك الدور المحوري الذي يقوم به رجال الأعمال للنهوض بالاقتصاد المصري خاصة، وأن الحكومة تنظر لقطاع الصناعة لأنه قاطرة النمو الاقتصادي، موضحة حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والمساندة للقطاعات الصناعية لزيادة معدلات التصدير. عقدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط لقاءات ثنائية مع عدد من المستثمرين وممثلي الشركات البريطانية والمؤسسات التمويلية. جاء ذلك خلال فعاليات البعثة التجارية للمملكة المتحدة للترويج للخطط الحكومية التنموية والفرص الاستثمارية في المجالات ذات الأولوية. وقد تم خلال اللقاء بحث أطر التعاون المشترك وعرض فرص الاستثمار في السوق المحلية، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة ومشروعات تحلية المياه، وكذلك مناقشة وسبل تمويل المشروعات الصديقة للبيئة. أكد وزير البترول طارق الملا أهمية تكثيف الجهود خلال هذه المرحلة للحفاظ على التوقيتات الزمنية الجديدة لتنفيذ مشروعي تكبير وتصنيع البترول في الإسكندرية وأسيوط، وذلك بهدف مواجهة التحديات العالمية الراهنة. وخلال اجتماعه مع وفد من مسؤولي شركة تكنيب إنرجيس العالمية، شدد الملا على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع بما يسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة. كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الجهود المبذولة من جانب قطاع البترول وتفعيل مبادرات تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء وخفض الانبعاثات وإزالة الكربون. إلى أسعار المعادن النفيسة، حيث ارتفعت أسعار الذهب عالميا في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف أبريل، ليصل إلى 2845 دولارا للأوقية. أما على الصعيد المحلي فقد شهدت أسعار الذهب استقرارا، وذلك بعدما تراجع أمس متأثرا برفع سعر الفائدة وكذلك تعاملات البورصة المصرية العالمية عفوا. وقد سجل الذهب عيار 18 نحو 891 جنيا، عيار 21040 جنيا، عيار 24188 جنيا. أما الجنيه الذهب فقد سجل أمس 8370 جنيا. وفي أسواق البترول العالمية، انخفضت أسعار النفط لتتحرك نحو تغير طفيف، وذلك خلال الأسبوع بعدما أدى حظر أوروبي مزمع على النفط الروسي إلى الحد من تأثير قلق المستثمرين إزاء ضعف النمو الاقتصادي والذي يلحق الضرر بالطلب. وقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو بنسبة 0.1% لتسجل 111 دولارا و94 سنتا للأوقية. أما خام غرب تكساس الوسيط فقد انخفض بنسبة 0.5% ليسجل 111 دولارا و65 سنتا للبرميل. أما سعر المازوت فقد ارتفعت أسعاره عالميا بنسبة 0.15% ليصل إلى 3 دولارات و66 سنتا للتر. كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.6% لتسجل 8 دولارات و15 سنتا لكل مليون وحدة حرارية. وافق بنك التنمية الأفريقي على تسهيل ائتماني طارئ بقيمة مليار ونصف المليار دولار بهدف إنتاج المواد الغذائية. وأوضح بنك التنمية الأفريقي أن التسهيل الائتماني يستهدف إنتاج مواد غذائية لعشرين مليون مزارع في القارة بهدف تفادي أزمة غذائية متوقعة بسبب الأزمة الأوكرانية.
نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لإيمان وياسر، إليكم. شكرا لك ميرفت المليجي. نعت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم الفنان القدير سمير صبري الذي غيبه الموت عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض. وقالت وزيرة الثقافة إن الراحل من عظماء الإبداع وتميز بتعدد المواهب والثقافة الواسعة، مشيرة إلى أنه يمثل أحد ركائز نجاح الأعمال الفنية المتنوعة التي شارك فيها. تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان سمير غانم الذي أمتعنا طوال حياته الفنية بالعديد من الأعمال الكوميدية من مسرحيات ومسلسلات وفوازير وأغاني. لا أحد يستطيع أن ينسى فطوطة وخفة ظل ميزو وأغاني ثلاثي أضواء المسرح. شاعر عروبي من الطراز الأول حمل شعلة شعر التفعيل في ستينيات القرن الماضي فكان أيقونة للإبداع المتميز. ملأ سماوات الوطن العربي شعرا جريئا تغنى به الجميع فصار كلمة السر في كفاح الأوطان. إنه الشاعر الراحل أمل دنقل والذي يوافق اليوم ذكرى رحيله. ربما ننفق كل العمر كي نثقب ثغرة ليمر النور للأجيال مرة، هكذا قال شاعر الرفض المتفرد محمد أمل فهيم أبو القسام محارب دنقل الشهير بأمل دنقل الذي سعى لنشر نوره وكلماته عبر عقود طويلة. ولد دنقل في عام 1940 لأسرة صعيدية بقرية القلعة بمركز قفط على مسافة قريبة من مدينة قنا في صعيد مصر، وكان والده عالماً من علماء الأزهر الشريف. هنا وسط الجدران المرصوصة بالطوب اللبن والأبواب الخشبية القديمة تعيش ذكريات دنقل. دنقل الذي نال مكانة كبيرة بالأوساط الأدبية في القاهرة وصدرت له العديد من المجموعات الشعرية، تزوج من الكاتبة الصحفية عبل الرويني، وبعد سنوات قليلة أصيب بمرض السرطان ليعاني مدة 3 سنوات قبل أن توافيه المنية في عام 1983. وفي ذكرى رحيل لا يتوانى أحبابه عن زيارته هنا حيث يرقد تحت التراب تاركا فوقه سطورا من الشعر تخلد ذكراه وتلهم الشعوب جيلا بعد جيل. وصلنا بحضرتكم إلى ختام نشرة الأخبار، وإليكم ما أهم ما جاء فيها. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي خفض مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة. بعد 3 سنوات من الأزمة المالية، الحكومة اللبنانية توافق في جلستها الأخيرة على خطة التعافي المالي. فرنسا تكشف عن تشكيلة حكومتها الجديدة برئاسة إليزابيث بورن. ختام نشرة السادسة أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.